اليوم كنتواجدوا بمركب محمد بزيكا للاحتفاء باليوم العالمي للمدرس، ويعني رسائل جمعية زوم ماروك على أنها يعني تحتفي بمربي الأجيال، وذلك بشراكة مع العديد من الجمعيات، ولكن في واحد الشق اللي هو جديد، وهما جمعيات اللي كيشتغلوا مع طفولة في وضعية صعبة. فشراكة كانت مع جمعية قرية اس او اس فيلاج للمسعفين بأكادير، وكذلك جمعية خطوة، جمعية تروانو، جمعية قلوب رحيمة، جمعية طيبة، يعني العديد اللي نسيتو، يعني يسمح لي في العديد من الجمعيات اللي كتشتغل من أجل الطفولة، واللي يعني النضال ديالها تجاه هاد الأطفال، لأن باعتبارهم يعني أطفال ديال المجتمع، فهما يعني كيحتفيو خصيصا بالمدرس، يعني الطفولة تحت شعار الطفولة تحتفي بالمدرس. فمن المنبر ديالكم كنشكروا جميع الحضور الكريم وجميع من جاء وشرفنا بالحضور ديالو، فشكرا لكم جميعا. كان لي الشرف أنني نحضر في هذا اليوم الوطني لتكريم المعلم، لأنه المعلم كيعطينا الكثير من وقته في الجمعية ديالنا، لأن عندنا جمعية إيوينو اللي كتدعمنا لمدة 4 سنوات هذه، وبهذا المناسبة كنتوجه لها بالشكر الجزيل، وكنشكر جميع المؤسسات التعليمية اللي كتعاوننا واللي كتساندنا وكتدعم وليداتنا بدون مقابل. كنشكروا جميع الجهات المسؤولة في التربية والتكوين اللي كتعطي الأولوية للملفات ديالنا، وكتحاول تساعدنا في أي حاجة احتاجينا لها، وكتقبل مقترحاتنا، وشكرا بزاف. هادشي اللي نقدر نقول لكم. Aujourd'hui, en fait, une journée du professeur. Ben, je dirais plus, c'est un parent, c'est un accompagnateur, et c'est lui qui permet aux enfants de gravir les échelons et d'arriver à un milieu de travail, etc. Donc, on lui rend hommage aujourd'hui, et je pense qu'une journée, ce n'est pas assez pour tous les efforts qu'il déploie. Merci. كان التكريم ديالنا من طرف كمنظم من طرف جمعيه زوم ماروك اللي كنشكروها بهذه المناسبه. والتكريم ديالي جا في اطار ديال التدريس بمناسبه اليوم العالمي للمدرس، اللي كنوجهوا تحيه لجميع الاساتذه والاستاذات بطبيعه الحال. وكنخصص واحد نص نهار للاطفال ديال جمعيه تروانو، وكندير معاهم مراجعه في أكثرية، المهم عربية فرنسية رياضيات. والحمد لله في السنة الماضية كنت خدمت معاهم، وقدروا واحد 3 الأطفال في التربية الغير نظامية يجتازوا الامتحان ديال السادس وتوفقوا، وهذا كان حافز لي باش نستمر معاهم. التكريم ديالي كان شرف لي انه كرموني، وكان هذا تكليف لانه كيحفزك على المزيد من العطاء والاستمرار مع هاد الاطفال اللي هما في الحقيقه غادي يكونوا اطفال رجال المستقبل، اللي المجتمع كله غيستافد منهم الا كانوا هما صالحين. راه غاديك الصلاح ديالهم غيعم على المجتمع كله. جيت سعيد بالتكريم اليوم، كنعتبره تكليف اكثر ما هو تشريف لينا، ونعتبر ونقولها دائما بأن التربية والتعليم رسالة وليست بمهنة. أكيد نعتبرها رسالة، وندرس ونربي بالحب، فلهذا الحمد لله مجموعة من الأجيال والأفواج التي تتلمذت على أيدينا لازلنا نلتقي ونتبادل الأفكار والمعلومات، وكذلك نتذكر الذكريات الطيبة التي جمعتنا. أشكر جزيل الشكر جمعية زوم ماروك على هذا بمعية الشركاء على هذا الحفل البهيج، ونرجو لها كل التوفيق والنجاح في المستقبل القريب. واليوم أنا هنايا بصدد اليوم العالمي للمدرس، وكنشكر جمعية زوم ماروك وكاع المشاركين في التظاهرة فعلى هذا التكريم، وأنا جد مسرورة وجد سعيدة، ويعني كنعتبر هذا التكريم تشريف، ماشي تشريف، هذا تكليف، حيت انه التدريس وانك تكون تتعامل مع الايتام ولا مع الاطفال بصفه عامه راه شي حاجه اللي ساميه بزاف، وفيها متعه، وفيها يعني مسؤوليه كبيره، حيت انه كتبني جيل المستقبل. وكنشكر كاع الناس اللي حضروا اليوم، وكنقول مبروك للناس اللي تكرموا تاهما معايا اليوم، وشكرا لكم بزاف. بعد دعوه السيده حنان رخام
التي لها الفضل الكبير في تنشيط هذه المبادرة وفي إعطاء أهمية كبيرة لهذا اليوم الذي يعتبر اليوم العالمي للمدرس. فنشكر زوماروك على هذه الدعوة وعلى هذا التكريم الذي كان له معنى كبير في نفوسنا وفي نفوس الأطفال التي نتعامل معها. فشكرا لكم وشكرا للجميع. هذا اليوم اللي هو اليوم ديال 5 أكتوبر اللي هو تيخلد اليوم العالمي للمدرس، انضمت لنا انضمت مجموعة من الجمعيات وعلى رأسها أو بتفعيل من زوم ماروك انضمت هذا الاحتفال هذا التكريمي اللي هو فيه واحد الإشادة بالأستاذ من جهة، وكذلك جعل واحد الالتفاتة تجاه هذا العنصر اللي هو عضو فعال داخل المجتمع وماشي فقط داخل المؤسسة المدرسية، واللي حضرت في واحد مجموعة ديال الجمعيات اللي بينت لنا بأن المدرس ما كيبقاش كمدرس فقط في دوك الجدران ديال القسم، وإن عملية التربية والتعليم والتدريس كيقوموا بها واحد مجموعة من الفاعلين والفعاليات الجمعويات اللي كاينين اللي شفناهم هاد النهار وحضرنا معاهم وسمعنا الكلمات ديالهم اللي كانت كلمات زعما يملأوا الحنان ويملأوا الحب لهاد العملية ديال التعليم وديال المساعدة وديال التضامن الاجتماعي والتضامن الإنساني، واللي كما قال واحد من الناس اللي تبارك الله تدخلوا أنها تدمي العيون قبل دمائها للعيون. والحمد لله من بين الإيجابيات ديال هاد اليوم التكريمي أننا كان واحد اللقاء بين مجموعة من الجمعيات والفاعلين والفاعلات الجمعويين اللي فعلا بينا بأن الحمد لله راه بلدنا بخير وراه الجميع مكتف واليد في اليد من أجل العطاء، من أجل من؟ من أجل الأطفال ديالنا والناشئة ديالنا والشباب ديالنا. فكل هذه الجمعيات فيها من بينها اللي كيشتغل مع الأطفال، فيها اللي كيشتغل مع الشباب، فيها اللي تيشتغل مع الناس ديال الشارع، فيها اللي تيشتغل مع الناس المدمنين على المخدرات وغيرهم، وفيها كذلك تيشتغل حتى مع الحالات اللي الحالات المرضية اللي أو اللي نقولوا ذوي الاحتياجات الخاصة. على أي هذا اليوم كيبقى يوم الحمد لله مسجل في الذاكرة بحكم أنه بين لنا هذه الإنتاجات الاجتماعية وهذه الإنتاجات ديال الجمعيات وديال النساء ورجال الجمعيات، وإلى الفطن إلى نساء ورجال التعليم اللي كنحييهم بدوري وكنقول لهم مزيدا من العطاء ومزيدا من الحنان ومزيدا من الحب لهذا الأبناء ديالنا والبنات ديالنا في هذا المجتمع. والشكر. كان ندرس لهذوك الوليدات جوج حصتين في الأسبوع وبكل فخر واعتزاز. كان العمل ديالي معهم عنده واحد الصبغة مخالفة للعمل ديالي اللي كان سميتو، كنلقى معهم واحد الحب واحد الراحة ملي كنأدي الأمانة ديالي بكل إخلاص وتفاني معهم، حيت كلهم حب وحنان هذوك الشباب وبغاو يقراو رغم أن عندهم واحد الصعوبة اللي هي النسيان. كتعطيهم الدرس كما يجب النهار الأول، ولكن الغد اللي كتلقاي شوية منهم القلة القليلة اللي كتفكر والباقي كينسى، وأنا معهم كنعطي كل ما عندي ومن جهوداتي إن شاء الله باش نوصلهم لواحد المستوى اللي بغات لي خاطري معهم، وكنخدم معهم كل فخر وكل حنان. يعني الحصص ديالهم كان يمكن فوق من عملي، كان ما كنسخاش نتفرق مع دوك الشباب في ذاك المرحلة اللي كنخدم معهم فيها بكل حماس كيخدموا وبكل حنان كيعطيهم ما عندهم، وحتى أنا كنعطي وكنتمنى الله تبارك وتعالى يوفقني باش نوصل معهم في واحد بغيت نوصل معاهم لواحد الهدف كبير دايره مخطط في حياتي انهم تاهما يتعلموا ويقراوا ويخرجوا ان شاء الله للمجتمع بشي حاجه في يديهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم وشكرا لكم بزاف. بمناسبه يوم 5 اكتوبر الذي يستضيف اليوم العالمي للمدرس، اشكر جمعيه زوم ماروك التي احتفت بنا اليوم والجمعيات المشاركه، نشكرها جزيل الشكر خاصه في شخصيتها الاستاذه الرئيسه حنان رخام، وبهذه المناسبة يعني الذي هو الذي كرمتنا فيها الأستاذة والجمعية، نشكر جميع الحضور الكريم لهذا اليوم. كما أود أن من هذا المنبر أن أشكر تلامذتي لأنهم في اليوم صباحا أيضا احتفوا بأساتذة الإعدادية، ومرة أخرى أشكر زوم ماروك. كان نشكر جمعية زوم على هذا النشاط القيم اللي
اللي برهنا فيه ابتسامه وتخلطوا فيه المشاعر، كاين ابتسامه وكاين دمعه. واليوم بمناسبه اليوم العالمي للاستاذ كان من هذا المنبر كنشكر الاخت حنان اللي عطتنا هذه الفرصه باش نشاركوا في هذا اللقاء الجميل. تحياتي لجميع الاساتذه اللي قراونا واللي كيقراو مازال واللي جايين ان شاء الله، وتحيه لجميع الاعضاء الجمعيات ديال الطفوله المحرومه، اليتامى والمتخلى عنهم. كنشكر جميع الاعضاء اللي داروا جميع المجهودات ديالهم باش عطاو لهذا الطفل مكانه في المجتمع اللي خلوهم حتى هما باش يسيروا هذا المجتمع. شكرا لجمعيه زوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكر خاص لزوم ماروك بشخص الاستاذه حنان رخام. بطبيعه الحال كان هذا اللقاء ديال اليوم هو لقاء جميل جدا، اختلطت فيه المشاعر بين الابتسامه وبين الدمعه، وهدف بطبيعه الحال اللي غنى يعني الجلسه ديال اليوم، واللي بطبيعه الحال كان اليوم العالمي للمدرس. هنيئا لكل مدرس، هنيئا للمربي، يعني لكل من ضحى من اجل هاد الاطفال. بطبيعه الحال كيبقى هذا المشوار هو مشوار اللي فيه رساله، ورساله قيمه جدا تغنيه عن المهنه اللي هو فيها. فكنتمنى مسيره طيبه لكل مدرس وكل مدرس.